طلع عندي لوحة الموجودة عندي هون على الشكل التاريخ لحالي. أنا عندي عملت إنشاء لحساب بتطبيق كلارنا. هلا طلع عندي اللوحة الرئيسية الموجودة عندي هون بتطبيق كلارنا بعد ما عملت إنشاء حسابي. طلع عندي على الشكل التالي. هلا بدي أدخل المعلومات الشخصية الخاصة فيني، بدي أضيف حسابي البنكي الخاص بي. رح نشوف عندي هون بالأعلى على اليسار في إشارة مثل الملف الشخصي، رح نكبس عليها ضغطة هيك. هلا طلع عندي لوحة طلع عندي على الشكل التالي. هي الصفحة الرئيسية الخاصة بتطبيق كلارنا. عم نشوف بالأعلى على اليسار في صور مثل الملف الشخصي، رح نكبس عليها ضغطة هيك. هلا المفروض عم نضيف المعلومات الشخصية الخاصة فيني، اسمي، عنواني الخاص فيني، رقم البريدي، المدينة اللي أنا ساكن فيها، بالإضافة لطرق الدفع. هلا عم نشوف هون عندي إنه كونتو أبشليسن، عم نشوف هون كونتو انفورماسيون بأرباتين، يعني تعديل المعلومات الشخصية. رح نكبس على هاي العبارة الموجودة عندي هون. رح يطلع عندك على الشكل التالي رقم التليفون اللي ما عملته، رقم التليفون الخاص فينك، بالإضافة للإيميل اللي استخدمته بتطبيق كلارنا لما عملت حساب. بالإضافة مطلوب منك هون المفروض تضيف المعلومات الشخصية الخاصة فينك. رح نكبس على كلمة انفورماسيون هون سفوقا، يعني إضافة المعلومات الشخصية. نكبس عليها ضغطة هيك. رح يطلع عندك هون على الشكل التالي عم يطلب منك طبعا المفروض إضافة المعلومات الشخصية الخاصة فينك، الفور نام الاسم الأول، الناخ نام الاسم الثاني، الكنية، كيبورد زاتم يعني تاريخ الميلاد، اسم الشارع، رقم البيت، المدينة اللي أنت موجود فيها، ورقم البريدي. أنا بالنسبة لي راح أدخل هاي المعلومات بالكامل وبعدها راح أكبس على كلمة بشتتيجن. بعد ما دخلت المعلومات الشخصية الخاصة فيني، الاسم الأول والثاني وتاريخ الميلاد واسمي والعنوان والأورت المدينة والرقم البريدي، راح أكبس على كلمة بشتتيجن. طبعا ضافت عندي المعلومات الشخصية الخاصة فيني، الاسم، أرقام الهاتف، الإيميل، العنوان الشخصي الخاص فيني، واسم المدينة. هلا راح نشوف بالأعلى على اليسار في إشارة السهم، راح نكبس عليها ضغطة خطأ هيك. هلا راح ننزل الخطوة الثانية والمهمة عشان إضافة طرق الدفع الخاصة فيني. راح ننزل تحت بالأسفل، في عندي خيار اسمه تسالونج بريفرنس، يعني طرق الدفع. راح نكبس على الخيار الخاص بطرق الدفع، نكبس عليها ضغطة هيك. عم يطلب منك انه على الشكل التالي انه انت المفروض تضيف احساء طرق الدفع، رح نكبس على كلمة تسالونج ارت هون سفوق، يعني اضافة طرق الدفع، رح نكبس عليها ضغطة هيك. هلا عم يطلب منك بدك تضيف كارت عادي سواء ماستر كارد او فيزا كارد او اي شيء تاني، او بدك تضيف حساب بنكي عادي. انا بالنسبة لي بدي اضيف حساب بنكي عادي، رح نكبس على كلمة بنك كونتو في كلوب فين، يعني اضافة حساب بنكي، ربط مع حساب بنكي، رح نكبس عليه على السهم الموجود عندي هون. هون عم يخبروني على الشكل التالي انه بامكانك تدفع ببضع نقرات من خلال الحساب بكلارنا، وعم يخبروك انه المفروض نضيف المعلومات الشخصيه الخاصه فيني. مطلوب مني اضيف الاسم الخاص فيني، اسمي الشخصي، اسمي الكامل. بعدها رح اكبس على كلمه كونتو في بندن، يعني ربط الحساب. رح اكبس على كلمه فايتر. هون عم يطلب منك انه دخل البلد اللي انت موجود فيها، او الحساب البنكي الخاص فينك الموجود باي بلد. طبعا اكيد راح تكون الحساب البنكي الخاص فيك موجود ببلد ألمانيا، وأنا بالنسبة لي الحساب البنكي اللي بتضيفه بكلارنا هو موجود بألمانيا. حطيت البلد. هلا أعطيه على كلمة فايتر. هلا عم يطلب منك اختار البنك اللي انت عم تتعامل معه، سواء بوست بنك ولا فولكس بنك ولا شباركاسا. انا اكيد عم بتعامل مع شباركاسا، راح نكبس عليك شباركاسا. اختار شو هو البنك بالتحديد لاي شباركاسا لاي مدينة. هلا راح ادور على المدينة الخاصة فيني وراح ادخلها، او اذا ما راح ادور بهي ال راح ادور بالشباركاس الموجود عندك هون. اذا ما كان موجود البنك اللي انت تتعامل فيه، راح نكتب هون بالاعلى راح تكتب هون اسم المدينه الخاصه فينك مع البنك اللي عم تتعامل فيه. هذا راح اكتب المدينه الخاصه فيني مع كلمه شباركاسا. طبعا كتبت اسم المدينه الخاصه فيني مع شباركاسا، راح تطلع عندي هون المدينه الخاصه فيني مع البنك اللي تابع لها. هلا راح اكبس على السهم الموجود عندي هون، كبست عليه. عم يطلب مني اضيف البيانات البنكيه الخاصه بالاونلاين بنك الخاص فيني. طبعا هذول البيانات نفسهم البيانات الخاصه بحسابك الاونلاين بنكي. هلا راح اضيف المندوب نامه مع رقم البين كود عشان يصير رابط بين حسابي البنكي ومع تطبيق الكلارنا. هلا اول شيء راح ادخل المندوب نامه. بعد ما دخلت المندوب نامه راح ادخل كمان رقم البين كود. هلا كمان راح ادخل رقم البين كود. هلا كتبت كمان المندوب نامه البين كود بعد ما دخلت المندوب نامه مع رقم البين كود الخاص بالاونلاين بنك الخاص فيني. هلا راح اعطيه على الاسفل كلمه فور زيت سين، يعني المتابعه، راح نكبس عليها ضغطه هيك. عم يخبرك على الشكل التالي، عم يطلب مني اروح على تطبيق البوشتان عشان اعطيه موافقه على الربط بين حسابي البنكي مع تطبيق الكلارنا. هلا المفروض مثل ما حكيت راح اروح على تطبيق البوشتان الموجود بتطبيق الشباركاسا واعطيه الموافقه.
هلا بعد ما اعطيته الموافقة من تطبيق البوشتانة عم يعطيني على الشكل التالي. هلا رح انزل لتحت بالاسفل وراح اعطيه على كلمة بشتدجن، رح اعطيه على كلمة بشتدجن، هون عم يخبروك انه حسابك بالشبارك بحسابك البنكي تم ربطه مع حساب البنك. هلا اعطيه اوكي. هلا مثل ما شايفين عندي هون انضاف حسابي البنكي الموجود عندي هون مع تطبيق الكلارنا. هلا صرت بكل بساطة لما اشتري غرض من تطبيق الكلارنا راح ينسحب، سواء كان بالتقسيط او من خلال بعد 14 يوم راح ينسحب بشكل اوتوماتيكي ومباشر من حسابي بالبنك. هلا بعد ما ضفت الحساب البنكي هلا راح نشوف بالاعلى على اليسار في اشارة السهم، راح نكبس عليها ضغطة، راح ننزل لتحت بالاسفل في خيارات الخاصة بالامان، اكيد هي خيارات مهمة بامكان لازم المفروض انك كمان تحطها. راح ننزل لتحت خيار اسمه زيشاهايت اند داتن شوتس، نكبس عليها ضغطة هيك. عم يخبرك انه بامكانك تفتح التطبيق من خلال البصمة، اكيد راح افعلها عشان فتح التطبيق من خلال البصمة. كيف فيني اعمل حساب، اعمل انشاء حساب بتطبيق كلارنا بالإضافة إلى ربط حساب وتطبيق كلارنا مع حسابي البنكي الخاص فيني. هاي كانت الطريقة بكل اختصار. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.